فضيحة بطاطس الشتوز الشتوسة الشتوز. هذا يا شباب بطاطس جايبة يا شباب طبعا زي ما تشوفون من السوبر ماركت. دائما يا شباب لازم حنا نجرب اشياء جديدة على اساس ننزل لكم يا شباب اللي شوف لازم تشوفون يا شباب اللي صاير حواليكم في السوبر ماركت واسواق المتعددة في الاغراض الكثيرة. طبعا نبدا يا شباب زي ما تشوفون. طبعا اول شيء معليش انا السحبه شوي شباب ما نزلناكم فدوات كثيره، بس لازم الواحد شباب يقطع انقطاع قليله عشان ينقطع انقطاع كبيره. زي ما تشوفون اليوتيوب الحين يا شباب صاير صعب عشان تنزل مقاطع، فشباب لازم تسوون لايك ولازم تسوون يا شباب تفعيل جرس ولازم تسوون يا شباب سكربة عندك يا شباب في زي الشيء لازم تضغط عليه. طبعا نبدا الفضيحة يا شباب زي ما تشوفون عندكم هنا هذا بطاطس شريته انا من السوبر ماركت شباب اسمه شيتوز بالعربي شيتوس. طبعا زي ما تشوفون يا شباب هذا بطاطس بالفليفر حقه يا شباب كاتبين لك هنا كاتبين لك حار نار، طبعا بالانجلش كاتب لك فلملنج هوتي، يعني يا شباب هذا البطاطس حار من النوع اللهبي النار. طبعا نبدا يا شباب نشوف الفضيحه الاولى وين هي. جايب لك هنا يا شباب اسد متنمر. عمركم يا شباب تحطون اسد في بطاطس؟ عمركم شفتوا يا شباب اسد داخل بطاطس؟ هذا كلام ما يصلح. ولا مسوي حركه السيف المنقطع، ماسك بطاطس على اليسار وماسك بطاطس على اليمين وكاتب لك حار نار، هذا كلام يصلح يا شباب؟ هذا كلام ما يصلح. طبعا زي ما تشوفون يا شباب زي ما تشوفون هذا البطاطس يقولون انه جديده شباب، انا ما ادري، انا دائما اطالع يا شباب ان بطاطس الشيتوز دائما يطلعون يا شباب فلوفر جديد، انا مستغرب من الشيء هذا لان شباب هذا شيء جديد في السوبر ماركت انا ما قد جربته من جديد. جربته يا شباب وصراحه يعني النار اللي فيه يا شباب طالعه من الجهه اليسار زي ما تشوفون هنا النار متلهلب، زي ما تشوفون هنا النار يا شباب طالع من اليسار، النار هذا يا شباب متصل، زي ما تشوفون النار هذا متصل من اليسار. نروح نقلب، لما نقلب يا شباب عشان ما يطيح بس البطاطس يا شباب لازم نحافظ على النعمة شوي، لازم ننزل شوي بطاطس، زي ما تشوفون النار طالعة كانت صار يا شباب، زين داخلة في الكلام هذا، نجي نقرا الكلام هنا، كاتب لك زي ما تشوفون هنا تتعتم بطعم شتوز حار نار ونبدأ المرح. زي ما تشوفون هنا يا شباب كلام واضح وصريح، يبدأ المرح من النار. يبونا نحترق واحنا ناكل بطاطس، هذا كلام ما يصلح، هذا كلام ماسونية يا شباب، كيف نحترق وناكل بطاطس؟ هذا كلام ما يصلح، هذا ماسونية. وزي ما تشوفون هنا كاتب لك بعد وينها؟ شوف دقيقة يا شباب نسوي فكاسي فكوسة نسوي فكوكس. زي ما تشوفون هنا عشان تشوفون الماسونيه الكبيره كاتب لك منتفخات الذره المقرمشه بطعم الجبنه والشطه. بالانجليزي يا شباب شوف ايش كاتب لنا، طبعا لازم احنا يا شباب نترجم كلام العنقلشه على اساس متابعين اللي من امريكا يفهمون الكلام الكبير. كاتب لك هنا بالعنقلشه يا شباب زي ما تشوفون كرونشي شزز اند شلول فلاور كورن سناك، يعني يا شباب ماسونية جاية من النار داخل بطاطس، يعني كل ما تاكل حبة كل ما تزيد عندك الماسونية. كاتب لك هنا بالعنقلشة بعد ناو ذا فن بقنز، وهنا حاط لك الصورة نفسها يا شباب سيفين منقطعة والأسد. طبعا لازم حنا ندقق في الشعار، طبعا زي دايما لازم نشوف الشعار يا شباب على أساس نعرف الفكر الماسوني اللي داخل في البطاطس هذا. هنا عندنا اسد متنمرر عنده رجلين لابس اكرمكم الله يا شباب جزمه. عمركم شفتوا نمر يلبس جزمه؟ هذا كلام يصلح يا شباب؟ هذا كلام يصلح يا شباب؟ نمر لابس جزمه وحاط بطاطستين ماسكها بيده؟ خلاص شباب هذا الفضيحه يا شباب، سووا سنكربات الويكه تفعيل جرس. خلاص شباب سوي لايك خلاص. ايش قال لي؟ قال لي شتت.